في اسمده مغشوشه وللاسف واخده شرعيه من وزاره الزراعه ومسجله في وزاره الزراعه، وناس لا عندها مصانع ولا عندها اي حاجه، ودي مشكله كبيره جدا مصر كلها بتعاني منها، لانه الاسمده الفسفاتيه اسهل انواع الاسمده في الغش، فبيلجا بقى انه يعبي كسر الرخام في شكاره او بودره بلاط في شكاره او في خام فوسفات ويعبيه ويبيعه لانه سوبر فوسفات. طبعا الفلاح اللي هو اخر واحد بيستهلك يستعمل السماد ده ما عندوش خبره يفرق بين ده سليم وده، لان ده عايز حد متخصص قوي، ممكن يعرف المتخصص ده من اللون من الريحه، لكن الفلاح مش هيعرف، او عن طريق التحليل. فدي مشكله كبيره جدا، مشكله الغش. بنسبة كم في المية المحاصيل الزراعية المصرية متضررة بسبب الأسمدة المغشوشة؟ لا هي بنسبة كبيرة جدا، لأنه دي كارثة كبيرة. الفلاح أولا الفلاح عليه أعباء كتيرة جدا، مش ناقص إنه بيحط منتج ما بيفيدش التربة بل بيضرها، ما بيفيدش النبات خالص، وبيدفع فيه فلوس، يعني بيدفع فلوس في حاجة بتضره مش بتفيد، فدي بتسبب كارثه للتربه وللنبات وللفلاح لكل الاطراف، فدي مشكله كبيره يعني. هل الاسمده المغشوشه ارخص في السعر من الاسمده الاصليه؟ طبعا بكتير يعني، لما بيبيع الطن في المغشوش ده اقل 300 جنيه في الطن من الاسمده السليمه، دي حاجه مغريه جدا للتاجر، والتاجر عارف انه مغشوش بس هو مكسبه فيه اكتر، فبيضطر يقنع الفلاح انه ده احسن من الاسمده اللي انت عارفها، فبيضطر بيبيعه له على اساس ان هو في مكسبه فيه اكبر، لانه فرق السعر كبير جدا بين ده، لانه هو حاجه تراب وزي ما بقول لحضرتك كسر رخام او بودره بلاط وبيعبيها في شكاره.